حلقة جديدة من حلقات قناة وداعا للألم. دعونا نتعرف اليوم على كيس بيكر. هذا الكيس المملوء بالسوائل يكون خلف الركبة ويحدث غالبا نتيجة التهاب مفصل الركبة. ما هي الأعراض؟ ما هي المضاعفات؟ كيف يمكننا تشخيصه؟ وسنعرض لكم في هذه الحلقة كيف يمكن معالجة هذه الحالة المعقدة، خصوصا عندما يحتوي الكيس على حواجز داخلية. تابعونا لنتعرف على هذه التقنية المتقدمة وكيف يمكنها تحسين النتائج العلاجية وتخفيف الآلام بشكل فعال. كيس بيكر هو كيس مملوء بالسوائل يكون في المنطقة الخلفية من الركبة نتيجة لزيادة السوائل داخل مفصل الركبة، وغالبا ما يكون بسبب التهاب المفاصل أو ما يطلق عليه الخشونة أو التهاب الروماتيزمي، وهذا يكون عادة في كبار السن. أما إذا حدثت الإصابة في صغار السن فتكون نتيجة تمزق الغضاريف أو إصابات الأربطة. هذا هو كيس بيكر خلف الركبة، دائما من الناحية اليمنى من الخلف. في بعض الأحيان كيس بيكر لا يسبب أي آلام ولا يمكن أن يلاحظها الشخص، لكن في حالات أخرى يكون في تورم خلف الركبة وأحيانا في الساق كما يظهر في هذه الصورة. المريض بيكون عنده إحساس أن في كرة خلف ركبته. طبعا الكرة دي بتؤدي إلى حدوث ألم، بتؤدي إلى تيبس في الركبة، عدم القدرة على ثنيها بشكل كامل. المرضى بيقولوا احنا مش بنعرف نصلي، بعد ما عند الركوع والسجود بيكون في ألم خلف الركبة. الأعراض دي بتزيد مع الوقوف لفترات طويلة أو كذلك ممارسة أي أنشطة فيها حركة. بعض الحالات ممكن مع شدة أو زيادة حجم كيس بيكر يحدث انفجار لهذا الكيس وتتسرب السوائل. في هذه الحالة المريض بيشعر بسريان ماء من خلف الركبة وإلى الساق، يحدث معاه ألم حاد في الركبة ثم تتورم الساق كما يظهر لكم هنا في الصورة. عندما نعمل الأشعة التلفزيونية يظهر لنا السائل موجود تحت الجلد كما ترون. لتشخيص الحالة نقوم أولا بالفحص الإكلينيكي، ثم للتأكد من هذه المشكلة يمكن عمل أشعة الرنين المغناطيسي أو الأشعة التلفزيونية. طبعا الأشعة التلفزيونية تكون أسهل كثير لأنها تعمل في العيادة. من خلف الركبة نضع جهاز الأشعة التلفزيونية وتظهر لنا بكل سهولة هذا الكيس، ما يسمى عليه كيس بيكر. نقدر من خلال أيضا الأشعة التلفزيونية نتعرف على كمية السوائل الموجودة في هذا الكيس، وإذا كان هناك يوجد ضغط على الأوردة والشرايين أم لا. يقوم الطبيب باستبعاد التشخيصات الأخرى التي قد تتشابه في الأعراض وفي شكل الأشعة التلفزيونية، وإذا ثبت التشخيص نتوجه إلى مرحلة العلاج. العلاج في هذه الحالة يكون عن طريق سحب أو شفط السوائل الموجودة في كيس بيكر في المرحلة الأولى. ندخل إبرة صغيرة تحت تخدير موضعي داخل الكيس ونبدأ في سحب السوائل. في أحيان كثيرة تكون السوائل لزجة بسبب كثرة الالتهاب وسحب الكيس يستغرق بعض الوقت. أحيانا أيضا يكون كيس بيكر متعدد الحجرات ولابد من سحب كل حجرة على حدة حتى لا يكون أجزاء تم الشفط السائل منها ويترك جزء آخر. بعد سحب الكيس نقوم بدفع مادة هي مادة الكورتيزون داخل الكيس كمادة مضادة للالتهاب حتى لا يعود الكيس إلى التكون مرة أخرى. يحتاج المريض بعد ذلك إلى ربط الركبة لمدة أسبوع أو 10 أيام حتى إتمام عمل مادة الكورتيزون لمنع تكرار المشكلة.
لغالبية المرضى لا نحتاج إلى إعادة شفط هذا السائل، لكن في المرضى الذين يعانون من درجة متقدمة من التهاب الركبة قد نحتاج إلى إعادة شفط هذا السائل بعد حوالي سنة أو سنة ونص من المرة الأولى. في ختام هذا الفيديو أرجو أن تكونوا قد استفدتم من الشرح المفصل حول موضوع كيس بيكر. كما أوضحنا استخدام الموجات فوق الصوتية يعتبر حلا فعالا لتخفيف الأعراض وتحسين نتائج العلاج خاصة في الحالات المعقدة. إذا كان لديكم أي استفسار أو ترغبون في معرفة المزيد عن مثل هذه الحالات أو التقنيات العلاجية لا تترددوا في ترك تعليقاتكم أو التواصل معنا عن طريق الفيسبوك أو الإنستجرام. أيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم التنبيهات بكل جديد. وإذا وجدتم هذا الفيديو مفيدا لا تنسوا مشاركته مع زملائكم وأصدقائكم المهتمين بهذا الموضوع. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.